ثم نتواصل بحضراتكم ونتواصل معكم في هذه الانطلاقات وهذه الأمسية الكبرى في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس لعام 2022، حيث نتابع ونراقب وإياكم انطلاقة وتحديات أمسية ما قبل الختام، أمسية ما قبل التتويج، أمسية ما قبل اليومين الكبيرين في هذا الميدان يوم الأربعاء. غدا بإذن الله سنتابع معكم انطلاقة وتحديات رموز أبناء القبائل، وبعد غد بإذن الله سنتابع انطلاقة وتحديات أشواط الرموز لسن الحيل لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. على بركة الله انطلق شوطنا العاشر والخاص بسن الحيل من مسافة 8 كيلومتر. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي يتابع نوايد من تحتل المركز الأول، هجن الشحانية من تقدم لنا هذا العطاء الكبير، يقدم لنا نوايد في عملية التضمير، محمد بن خالد العطية من ينطلق ويقود المسيرة في هذه اللحظات مقدما لنا نوايد على أول الأسماء. المركز الثاني أتابع وأراقب الحضور من قبل مذيار اللي حضرت، مذيار اللي وصلت للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر لنا مذيار طارش بن مبارك بن راشد بالقوبع الحميري مقدما لنا هذا الشعار. بينما المركز الثالث أجد الحضور وأجد القدوم من قبل الحذرة، هجن الرياسة تتقدم، هجن الرياسة تصل مع الحذرة ومع ملامح على المركزين الثالث والرابع، وعلي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا ملامح، من يقدم لنا الحذرة على ثالث الأسماء ورابعها. المركز الخامس أجد هنا من تصل وتتقدم على خامس الأسماء اللي حضرت واللي وصلت، ثمينة ثمينة يا ثمينة لهنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر ثمينة مسري بن سالم بن عبيد بالعرض الحميري مقدما لنا ثمينة من تتقدم في هذه اللحظات وتغير إلى المركز الرابع. المركز الخامس أجد الدخول، أجد الوصول من قبل خيرة، مرحبا يا خيرة، هجن الرياسة حاضرة، هجن الرياسة واصلة، ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا خيرة، المجازف من يصل في هذه اللحظات على خامس الأسماء. هكذا هو النداء للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة، خمسة نجوم فايف ستار باحثين عن هذا الانتصار. وما بعد الخمسة هنالك أسماء رنانة، هنالك أسماء صالت وجالت هذا الشوط اللي ضم فيه كل مسمية يا إخواني. العودة إذن إلى مقدمة الشوط، العودة إلى العنابي العنابي. يا سلام يا سلام، نوايد 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 على المركز الأول، نوايد على أول الأسماء يقدمها في عملية التضمير. المشاغب دائماً
المشاغب دائما في كل المهرجانات، المشاغب دائما في كل الميادين، محمد بن خالد العطية مقدما لنا نوايد بشعاره الكبير، هنا بشعار هجن الشحانية هذه الامبراطورية الكبرى. المركز الثاني وتابع القدوم والحضور من قبل ثمينة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يقدم لنا ثمينة مسري بن سالم بن عبيد بالعرط الحميري يتقدم وينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث يا خير خير يا خير يا خير، ودائما ما يقولون دائما ما يرددون الخير فيما اختارها الله، هجن الرياسة حاضرة، هجن الرياسة واصلة، وهنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لنا خيرة على ثالث الأسماء. المركز الرابع أتابع الحضور وأتابع الانطلاق من قبل اللي وصلت اللي حضرت في هذه اللحظات، تتقدم زلزلة، مرحبا بزلزلة، هنا تنطلق بشعار هجن الرياح الشحانية يقدم لنا زلزلة. برنس المضمرين، برنس المضمرين، جار الله بن محمد بن عقيل، الله يلي على الجانب الآخر. أتابع جنان، جنان وصلت واحضرت لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم ويقدم لنا جنان على المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات شعار هجن الرياسة بانطلاقة وتحديات، هذا الاسم اللي وصلت من الجانب الآخر اللي حضرت أمتار 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 أمتار، وصراع على أوتار التاريخ يا سلطان. هجن الرياسة تتقدم يقدم لنا أمتار العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ينطلق من الجانب الآخر، ولكن العودة يا إخواني وين؟ العودة إلى أول الأسماء، إلى من غيرت في هذه اللحظات الوثبة 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 بشعار هجن الرياسة، الوثبة مع المجازف، مع المجازف بوسعيد. هنا يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لنا الوثبة، مقدما لنا جنان على المركز الأول والثاني، على المركز الأول والثاني يا بوسعيد. هنا يتقدم بشعار هجن الرياسة، يا سلام، الوثبة على المركز الأول، جنان على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أجد الحضور، أجد اللي وصلت في هذه اللحظات أمتار أمتار لهجن الرياسة، يقدم لنا أمتار سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما لنا أمتار على المركز الثالث. المركز الرابع زلزلة تصل، زلزلة تحضر في هذه اللحظات، هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل، من يقدم لنا زلزلة على رابع الأسماء. خامسا وتابع، خامسا وراقب، من حضرت في هذه اللحظات نوايد بشعار هجن الشحانية تنطلق على المركز الخامس، تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق من المركز الخامس إلى المركز الرابع، نوايد نوايد ومحمد بن خالد العطية مقدما لنا نوايد على خامس الأسماء. يا سلام يا سلام، العودة وين؟ العودة إلى من سبب الضجيج، إلى من سبب البلبلة، هنا بن زيتون
زيتون، هنا بن زيتون يتقدم مع الوثبة، يتقدم مع جنان على المركزين الأول والثاني. مرتاح بوسعيد، مرتاح على هذا المركز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الوثبة على المركز الأول بشعار هجن الرياسة، هجن الرياسة. ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني جنان، جنان على ثاني الأسماء. هجن الرياسة من تتقدم وتقدم لنا جنان على ثاني الأسماء. محمد بن عتيق بن زيتون المجازف يصل، ولكن اللي وصلت نوايد، نوايد نوايد يا المشاغب، نوايد يا المشاغب بشعار هجن الشحانية على المركز الثالث. نوايد هنا ومحمد بن خالد العطية، ولكن المركز الرابع، المركز الرابع خيرة هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن وين الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير؟ ولكن العودة إلى أول الأسماء، العودة إلى جنان، العودة إلى الوثبة، الوثبة وجنان. واحد اثنين ثلاثية رياسية مع جنان، مع الوثبة، مع خيرة والمجازف بن زيتون، المجازف بن زيتون، المبدع بن زيتون، المتألق دائما بن زيتون، بن زيتون، بن زيتون، بن زيتون. من يثير الجنون، من يثير الجنون مع جنان، جنان والأمتار الأخيرة، جنان واللحظات الأخيرة. انطلقت جنان، انطلقت جنان، جنان. ولكن الوثبة، أنا وان الوثبة، أنا وان الوثبة. الله 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 الله، جنان والوثبة، ولكن الوثبة تردد. آن الأوان، آن الأوان يا جنان. الوثبة بشعار هجن الرياسة ومع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. سلام يا بن زيتون على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني جنان، هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون. المركز الثالث خيرة لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهير. المركز الرابع وصلت مذيار لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومع المضمر طارش بن مبارك بن راشد بالقوبع. المركز الخامس وصلت الحذرة لهجن الرياسة مع أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. إذن تهانينا، تهانينا مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة وإلى جماهيرها على هذا الفوز والانتصار، وإلى من قدم الوثبة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 12 دقيقة 28 ثانية و 35 جزءا من الثواني، بينما جاءت في المركز الثاني جنان لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 12 دقيقة 29 ثانية 59 جزءا من الثواني. حلت على ثالث الأسماء، خيرة لهجن الرياسة مع المجازف أيضا من قدم لنا هذه الثلاثية في هذا الشوط. 12 دقيقة 30 ثانية 91 جزءا من الثواني. سلام لك يا المجازف على هذا الفوز والانتصار، تهانينا أيضا لجميع الفائزين.